نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية النقيب غيث قاسم الرحاحلة والملازم معتز موسى النجادة والعريف إبراهيم عاطف الشقارين. فجع الشارع الأردني صباح اليوم الاثنين بخبر مقتل 3 من رجال الأمن العام خلال مداهمة لمكان تواجد المشتبه به في قتل العميد عبد الرزاق الدلابيح في منطقة الحسينية بمحافظة معان جنوبي الأردن. بيان مقتطف صدر من مديرية الأمن العام، وهو قال فيه الناطق الإعلامي العقيد عامر السرطاوي: مديرية الأمن العام تنعي استشهاد 3 من مرتباتها وإصابة 5 آخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الشهيد عبد الرزاق الدلابيح، حيث تم قتل المشتبه به وهو من حملة الفكر التكفيري، بالإضافة إلى ضبط 8 أشخاص آخرين والتحقيقات جارية. وبعد طبعا أسماء اللي هم الشهداء اللي قلنا عليهم، تبين إن هم النقيب غيث قاسم الرحاحلة هو واحد منهم، بالإضافة إلى كل من الملازم معتز موسى عبد الهادي النجادة والعريف إبراهيم عاطف علي الشقارين. وأصرح مصدر أمني أكد أن المصابين حالتهم تتراوح بين الحرجة والحسنة، حيث نقلوا جميعهم إلى المستشفى وإلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج. ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الثلاث شهداء من مرتبات مديريات الأمن العام خلال مداهمة المشتبه فيه.